السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتمنى نلقاكم هاد النهار غنشوفوا فيديو اخر ديال التريكو. كنتمنى هاد الفيديو تلقاكم بخير. زوينه. دابا غنوريكم جوج ها هي جوج شنو هي. دابا انا عندي العيون شنو هي، غندير جوج مسرحين وجوج مقلوبين. هادي كدرت هي في التريكويات في الحاشيه وفي الكول. ها هي جوج مسرحين، ها جوج مسرحين، جوج مقلوبين. غتمشيو جوج خاص، باش ديرو جوج خاص العدد باش يجيكم مزيان، خاص العدد يكون جوج منهم. بحال دابا غديري 10 ديري 12 ما ديريش 11، حيت الا درتي 11 غيجيك جوج غتبقى لك وحده. اذا خاصو يكون عدد متزاوج، ان شيف نومبر بير. ما عرفتش نقولها بالعربيه مع الاسف. اذا نشوف انايا قلت غنديرو جوج دابا غنديرو جوج مقلوبين جوج مسرحين. غنخدم فوق هذا ماشي مشكله، راه غادي نخدم حتى تبان ليكم. هانتوما كندير جوج مثلا، اذا خاصني انا بقاو لي جوج مسرحين. كان عندي العدد مزاوج ما غاديش يصلح لي. انايا دابا غنزيد السطر الاخر وقلت لكم كيفاش. دابا انا باش نعرف هادو كيفاش غادي تخدموا. هادو راك شتي بحال معقودين، اذا هادو راه مقلوبين غنخدمهم مقلوبين، حيت دابا راه جينا لجوج. دابا سميت ها هو دابا شفتو، ها هما هي هاد الاولين دايرين بحال السنيسلات وهاد الثانيين بحال معقودين. اذا انا غنكمل بحيت جوج غنكمل هادو مسرحين. غنخدمو شي شويه ونطلقا. اذا ها نتوما انا دابا خدمت شي شويه، ها هو باين، ها هو باين. شفتو هاد المسرح كيف داك الرويزه كيفاش كيبان البوان دو ري، هذا كيفاش كيجي. وهذا جوج هذا كي شويه كيتجمع. شوف دابا انايا كيفاش داير هنايا، ها هو بدا تيتجمع حيت هذا داير بحال لاستيك. هذا وليت نديرو في الكمام هو وداك ديال وحده لحقاش هذاك تنعيطو ليهم هادو لي بوين كوت. لي بوين كوت لي بوين كوت وحده ولا لي بوين كوت دو بار دو. هذا ها هو جوج بجوج. دابا جوج مسرحين جوج مقلوبين جوج مسرحين جوج مقلوبين جوج مسرحين. شي مسرحين دايرين بحال السنيس لا تبقاو تعقلوا عليهم، والمقلوبين دايرين بحال هكا. اذا ساهل حتى هو يا حتى هذا نوع الخدمه. وكلشي الاساس ديالو هي عين مسرحه عين مقلوبه كما قلت، ماي اونفير ماي اوندوا. اذا ها هو شفتوا. المهم الى عجبكم طبعا اليوم انتهى الدرس ديال هذا النهار. الى عجبكم الفيديو، إلا عجبتكم هاد الفيديو شاركوا في قناة ديالي، ديروا لي لايك، شاركوا مع الأصدقاء، ونتلقاو في درس آخر إن شاء الله. مع السلامة.